قال عليه الصلاة والسلام في السنة قبل صلاة الفجر، قال ركعتا الفجر يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. كيف بالفرض نفسه؟ إذا كانت السنة بهذا القدر من الأجر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر سفرا ترك النوافل، ترك الرواتب إلا سنة الفجر ما كان يتركها. وقال في حديث آخر: لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. يا الله، ما أعظم هذه السنة! والغريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلمين على هذه الصلاة وأقرهم على قضائها حتى بعد الفرض، مع أنها سنة ذهب وقتها. قام أحد الصحابة يصليها بعد الفجر فقال له النبي: أربعا؟ يعني تبي تصلي الفجر أربع ركعات؟ قال: ما صليت الفجر سنة الفجر يا رسول الله، يعني فاتتني. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لأهمية تلك الركعتين. والسنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد، يخففهما. صلاة خفيفة سهلة يسيرة خير من الدنيا وما فيها. فإذا صلى العبد الفجر، خصوصا إذا كان في جماعة أو المرأة في مصلاها، فيستحب له بعد أن يذكر الله عز وجل أن يفتح المصحف، أن يقرأ القرآن، أن يبدأ يومه بتلاوة شيء من كتاب الله جل وعلا.